قبل الأولمبياد كنت باخد دروس هنا في البيت، كان مدير المدرسين يدوني وكنت بتمرن لحد ما خلصوا لي المنهج، بعدين رحت على المعسكر كنت بتمرن والوقت الفاضي بذاكر فيه علشان امتحن. انا قدمت اوراق قبل الامتحان بتاع الدور الاول ما يبدا، قدمت ان انا امتحن في الدور الثاني علشان اخد درجاتي كامله، وعشان مش هقدر ان انا امتحن الدور الاول في تمرينات كتيره والاولمبياد قربت ما كانش فاضل غير شهرين، فالجواب اتوافق عليه ان انا امتحن في الدور الثاني. بعدين بعد ما الدور الاول خلص وانا جيت قبل، يعني عرفت ان امتحانات الدور الثاني هتبتدي وانا لسه في البطوله في البرازيل، فقدمت ان انا امتحن هناك في البرازيل، لان انا عرفت ان في ناس بتمتحن بره مصر عادي لما بتكون في بطوله بتمتحن في السفاره، بتروح في السفاره وبيعملوها الامتحان هناك. جيت لما رحت البرازيل وهم قدموا الورق وكده الجوابات اترفضت. بعدين انا كان لعبت يوم 10 بالليل والامتحانات هتبتدي يوم 12 الصبح، ومن هنا من مصر البرازيل كان السفر حوالي 3 ايام حاجه زي كده. ما جبت الميداليه هم قالوا ان انا خلاص هيعملوا لي استثناء وكده ان انا انزل وامتحن. طب انا ما فيش وقت، 19 امتحانات خلصت يوم 23، فانا لو كنت نزلت ما كنتش همتحن الامتحانات كلها. قالوا جه في التلفزيون قالوا ان هيعملوا لي استثناء، ممكن يعملوا لي استثناء ويمتحنوني لوحدي. لحد دلوقتي ما فيش اي حد كلمني، لما اتصلت بوزاره التربيه والتعليم قالوا ورق في الشؤون القانونيه ولسه بندرسه. ناس كتير قالت لي هنقف جنبك وفي الامتحانات وكده، بس لحد دلوقتي يعني انا ما نزلت وكده والموضوع هدي شويه ما فيش اي حد يكلمني ولا حد قال اي حاجه. انا دلوقتي ما بتمرنش، انا بروح الدروس وباجي اخد دروس في البيت، فما عنديش وقت ان انا اتمرن. انا دلوقتي هقعد حوالي سنه، هتاثر عليا جامد، لان احنا في رفع اثقال لو قعدت يومين من غير تمرين بتاثر عليا، فما حدش يجي في الاولمبيات الجايه ويقول احنا طالبين ميداليه. وعدوني كتير ان انا همتحن وان انا خلاص همتحن ثالثه ثانوي، وجيت دلوقتي ما فيش اي امتحانات ولا في اي حاجه وجبت ميداليه، المفروض يهتموا بيا شويه. يعني تروح قطر البنت دي، تروح قطر تتجنس تاخد الجنسيه القطريه ويودوها هارفرد تدرس هناك، تروح قطر ايه ايه حرام كده، ايه ايه الفكره يعني؟ فين وزير الشباب والرياضه؟ فين وزير فين يعني فين وزير التربيه والتعليم؟ ست جايبه ميداليه ولا حد هيعبرها، أول ما جابت الميدالية والننوسة والعروسة والتنورة وبنت مصر وأيوة يا مصر وبتاع وبخ مع السلامة مستقبلها، تروح قطر ده يستقبلوها في المطار ويدوها الجنسية ومليارات وملايين ويفرشوا لها الأرض حنية. يعني العيال اللي قعدت غشت هنا في الثانوية العامة اللي هم هيبقوا دكاترة ومهندسين وقضاة بالغش أحسن منها، بنت بنت محدش بيمضلها ورقة، دي بطلة مصر بثلاثة ساغ خدت الميدالية، بطلة مصر قدوة. طب انا اقول للشاب ايه بعد كده؟ اقول له راحت خدت ميدالية وجت على مصر هنا محدش عبرها؟ اروح اقول له خدت ميدالية وجت مصر هنا ضيعوا مستقبلها؟ اقول له جت مصر هنا وممكن المرة الجاية تاخد ذهبية ومحدش عبرها؟ فين وزير الشباب والرياضه؟ مسؤوليته ده ياخدها من ايدها ويلف بيها على المكاتب، واحده بمقام مليون فرقه، بمقام مليون واحد راسب صفر. طب ما هي كانت، هي دي الست دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بترفع علم مصر. هو انت شفت علم مصر بيرفرف كتير قوي في الاولمبياد؟ شفتها كتير قوي. ليه بنعمل في الناس كده يا جماعه؟ ليه نعمل في الناس اللي بتضحي للبلد وبتعمل حاجه للبلد؟ ليه ترمي البنت كده؟ ليه يجي لها احباط؟ ليه شاب وبعدين يقول لك ايه؟ ولماذا الشباب عنده حاله احباط وعنده حاله زفت؟ عشان الزفت اللي بيتعمل فيهم. حرام يا جماعه، ده قرار.
ده الوزير شباب الرياضة لو فضي يوم الصبح حيرو. بس طبعا دي ايه؟ دي لو كانت لعيبة كورة بقى في الاهلي ولا في الزمالك كانت اتقلبت لها الدنيا، اتقلبت لها الدنيا، وطلعوا بقى اصحاب النوادي وطلعوا الجماهير وطلعوا له للمطار. انما دي البنت بتاعت رفع اثقال ده 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 دي ما كانش معاها فلوس تجيب الاكل اللي هي تتغذى بيه عشان ترفع الرفعه دي. تحيا مصر، يوميها الناس قالوا تحيا مصر، كل الشباب قالوا ايوه يا عبير اسيب المخدرات واسيب الهلس وبتاع وابقى زي عبير، وابقى زي عبير، ده في امل ان انا اخد الاولمبيه. انما طبعا البنت رجعت. ميرسي قوي يا هلو. شكرا يا ساره، حلوه حبيبتي، ميرسي ليكي ساره، اتفضلي مع السلامه في 60 داهيه، مستقبلك يروح في 60 داهيه. الوطن ما بيقدرش ابنائه، ايه يعني ما بتاع اقتصادي تروح في اي مكان. انما طبعا دي لو لعيبه كوره، لو عيل لسه طالع عنده بقاله سنه ولا سنتين وجاب ماتش اي جون في اي ماتش اهلي وزمالك كانت اتقلبت الدنيا، والحق بقى وفلان وتعبان وزعلان وهاتولهم طياره خاصه عشان ما يروحوا هناك، اما بيروحوا الدول دي بيبقوا تعبانه، وهاتولهم بتنجان علشان نفسهم في البتنجان وبيتوحموا مش عارف عايزين ايه، حبت عين امهم وامل مصر وكابتن مجدي عبد الغني والجون اللي جه في هولندا ده احنا مذلولين لغايه النهارده بجون مجدي عبد الغني زال مصر كلها. انما ساره ولا كان حاجه، ده جاب جون اتعدلنا بيه وخرجنا، امال اللي جايبه الميداليه دي تعمل فينا ايه؟ دي المفروض تزل لنا كل يوم في الاولمبياد، دي اسمها مكتوب بنور، مكتوب بقى مكتوب عند الناس اللي يقدروه، وانا هو انت اهو، انا هو انت اهو، بكره تتجنس وبكره تسيب البلد وبكره تضيع مننا البنت بعد ما احنا ضيعناها. يا جماعه انا مش من النوع اللي بيحب يناشد ولا لا لا انا ما بناشدش، انا من مدرسه ان كل واحد يقوم بدوره، كل واحد يقوم بوظيفته. ما هي لو كده كنا جبنا رزمه ورق للي احنا بنناشده كل يوم يختم موافق غير موافق وخلاص ونخلص، لا وزراء ولا بلد ولا حاجه، انما كل واحد يقوم بشغله في البلد دي، كل وزير يقوم بشغله، المسؤول عن الرياضه يقوم بالرياضه، والمسؤول عن السكر يقوم بالسكر، والمسؤول عن الامن يقوم بالامن، كل واحد مسؤول عن حاجه، وفي رئيس مجلس اداره مدير مسؤول عنهم ومسؤول معاهم يحاسبهم ويتحاسب، هي دي الدول، هي بتبقى عامله كده، مش كده الدول بتتقدم. انما البنت دي تخيلوا لو بكره عرفنا ان في قرار ان البنت دي نقدر نعمل، هي البنت بتقول لك بتقولكش نجحني، بتقولكش مثلا اديني الدرجات النهائيه رغم ان ده يعني في دول تانية بيتعمل، انها بتقول لك دخلني الامتحان، هو ما ينفعش ادخل الامتحان، ساره ما ينفعش تدخل الامتحان، بتذاكر البنت احسن من العيال اللي اتغششوا، ده نص البلد اتغششت السنه دي كان معاها الامتحان وهي داخله. وعلى فكره طبعا احنا نسينا طبعا مش هنفتكر موضوع الغش ده غير في الامتحانات الجايه، عادي جدا، هو التعليم ده يهمنا في حاجه؟ طيب ماشي، البنت جابت ميداليا عملنا لها ايه؟ ولا حاجه. انا بس عايز لو سمحتم ارجوكم اتوسل اليكم، لو البلد دي فيها حد بيحب الشباب، اصل يا جماعه دي قدوه ونموذج، اما نيجي نسمع ان البنت دي مشكلتها اتحلت الناس الشباب كلهم يبصوا يقولوا اه، لا لا، بصوا الواحد لما بيعمل حاجه البلد بتقدره.